بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكي كيوتبنات كمذا من منهاج المتعلم الدعاء للمعلم بابي هاي إن معلم كوحكو بري اللو دعيه مدام إحسان سمينيه شرعان وآية لنك يدين حساف لو أبا القدى وحد أقوى أبا القدى نهدد ويدان نود عيا تيبي أصلتها. وينبغي لطالب العلم وحقوها بونك علمك الدوني أن يستمع العلم والحكمة، علمك إنو رجيستوئي والحكمة مرتدبة وحي أدب هي مرتئة، هي علم الدين ذو شرع إنو رجيستلبوضو با أيا وناكسن كل جيس بالتعظيم وينين يو الحرمة احترام لا احترام أحد كي علم جي أدب كبكوفة إيديني. ومن تعظيم الأستاذ معلم كوينين تزوحا كمذا الدعاء له بالخير وناك إن لو قد دعيه سرا سهوسي وجهرا سساق أبا. والخدمة له إن لو أديقو وحبها يا أرضي وقبط. والنصرة إن أهيليه هدو قر لي هنا وقرب استاغو هدو قر دراني هنا وقبتو. وقد قال عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام من علم عبدا آية من كتاب الله أحد كبراء أضون ما إلهي كم إذا آيات كتاب كربك كتر سن فهو مولاه وقعل كيسي مولاه مرك هنا وولي إيا قريبك. من ناصرك ومولوه إنا ذيرك ومولي ننك أرنك هذا قعنتك هايانا مولوى الليل هذا. لا ينبغي له أن يخذله ولا يستأثر عليه بالله سعوت حديثك انت سكتكي مركة وحديث ضعف كتشر السنة كيس من حديث أبي مامة الباهلي إن مجهول أم با كتشر وذات مجهول عبيد بن رزين الليل هذا أيا لغو يا بس انت كلاو الرؤية هاي لا يترك كما تقول معنوا حنبارسين لكن سلفكو وي اورنجيرين شعبي سفيان الثوري جماعه من السلف ايا واركي جيرين نينكا وحكو برا حرفنا الله كدغي ددك انو كا خيغو ولي بعد ادون او تهاي سدا ادهغي حرمه احترامك. لا يترك ارضي كما تقول عونه كالمين شيخ عيسى ولا نصره يوهيلنتيس ولا يختار الدور ما هي ارضي على استاذه شيخ عيسى كفضل ما هي وكدور بذن ما هي أحدا روح كالي شيخ هذون بعد قيمين الحرمين عدك لكف ذي الميسة أما كدور بذن ميسد. فإذا فعل ذلك سدى هضوية لأرضه وشيخ يسوق ورصد عدك لنا ووهن قلتاقه ضيع ما حصله منه وحور مياه وضيعه وحي الشيخ وكبرتي أو شيء دي جرين معلمين تؤدي لولا جواي وحي كبارين بيكال لي فهيان قال لي في دالو ديك باكو قدعي وهالسوي وذاتكم مركة أما معلنك أما الشيخ غضو دري من أساق قول سنس ودعيتك لك عيش هاي وذاتك لك قرب وضو أما تكون لرنيسو وحكا هنا أسبدا وذات دمتشيري وحاوي هالسبت قليس هالسبت قليس هوين إيا وحال ليدي إيا وذات كيبان مصير بضم هنا أسبدا والسوي دي ومسألة لك النقاش أدبيا وحال الصوا فقيني وذا دود درينه وذا دها الدرن هول ساد مودي سنبا الذكور نواكيد إنكش ما مادي صومالية دمير حسدة بعد السلف نواب القورية لابد دميره حسدة الله قصر ريبة للجهنم عدي جهنم قصر رطيبة للويدين لابد دميره حسدة يا جهنم الله قصر إفكا لغف ريبة الليل والله كيري لابد دمير دميرنا هوين كاد تشتي دميرنا وذا ده دجستي بالله كتب نمبا لغا قوري تحاسد العلماء وذا ده معاصر عبد الله بن مجان ليلى الكتاب تضوب قوله بيج وكا قوري تحاسد العلماء حسدك يا على ود وذا ده ودحيسي خطرت اي ليد هي يا وحي كو دقمان مركي حسد هي وحن بني ادم سمين بي سمينيه لماذا وذا دو قور قور نحرل اسكوما جايو جيل ملكو حريص هذا لحرة تكوسي دي سكور وهو بارقب ومعدو صوران تاي ولا بيتو مجرى كيرا وبارباء هاي ورمان هاي أيون إبر بس كده هاي
boqol orgiyo waalay aari kuna ku sii daah reerka habeenkaasi waxaan arinayna jiri mahayo muunanku soomaali ragi waxay isku sameeyaan dameeraha waxay eber say isku laayaan wadaaduhu waa qoodh qoodhuna xaggay ku jirtaa idinkuna xoolay baatin dad caamadii waxaad ku qoslaysaa idinkaas isku kiin layraya eber bay iska dhigay waxba isugu hambayn mahayaa dadkii marka kala qaban lahaa ee warhebel waad khaldanta ilaahay ka cabso dhihila waa idinka dad la kala sifatanka waram aafakale wey marka iska ilaali adoon ixtiraamaya cilmigaada sheekhaada wax badan xeerinaya u muuji asagoo un inaad ku eg tahay oo inta aad xaraf ka baran karto asagoo aad la joogayso sheekhu wadaad kaa masale roon baa yimid aroortu u taga wax ka soo faa u sheega weliga dad unta dhumaalaysa meelaha wax ka soo barbaray laakiin uusan ka ogaan sheekh balin fiican weeyo ardada ugu cafiyaa waxaad oodan soo barta aniguna mari imaada waxba kama jiraan wuxuushoon hayaa mooyeene qalbigu ka guban hayaa taanibu damiir baa haya xogtan wadaadaha ka yaa idiin sheegaya hawl sahlan ma aha walaa yunabbiuka mithlu khabiir hawshaha fudaysanina doqono qufacdi baa la yidhi meel laga raacina ma ogo ama mooyi waxaad tidhaahdaba waxyaabaha loo afilxay waa ka mid a leeb culumaad qabtaan murjun awliyaa idinku wada dhacay idinkoo dhan baa wada dhaawaca waadruwaabayaa halaakeeyey ismana ogidiin is ilaaliya xadiidkaas hore uu sheekhu sheegay takriijkiisoo faahfaahsan waxaad ka fiirin kartaan anisu saari fii takriij alaxaadiid alwaarida fii fatxi albaari 3686 raqamka ah taharatu nafs waxaa kaloo muhiima ardaygu in naftiisa uu ka nadiifiyo cuqdada xasadka kibirka isla weynanka wax qoodhid xumada lix jeclad xumaha waxaasoo dhan waa inuu iska nadiifiyo wayajib calalmutacallimi ninka diinka baranaya waxaa waajib ku ah taqdiimu taharati nafsi naftoo laga tahiro inuu hormariyo naftoo laga nadiifiyo inuu hormariyo maxaa laga nadiifinayaa can radaa'ili alakhlaaq dhaqamada kuwoodo ba'anee liita inuu hormariyo tacliinta ka hormariyaa la rabaa isoo nadiifi lianna atakhliyatu qabla taxliya la yidhaahdaa weelku hadduu buuxo qashinya wax ku jiro oo uu wasakhaysan yahay marka hore waa la maydhaa waa la xalaa waa la nadiifiyaa markaa kadibba wax lagu shubtaa weel aafaysan oo dhunkaaliya carma ay ku taallo waxba laguma shubto qalbigaad inuu waa weelkaadi waa meesha cilmigii diinka aad ku shuban lahayd marka waa takhliya waa inaad banayso faarujiso asaga aad ka shubto waxyaabaha xunxunkee naxliga ku jira markaa kadib nicmadii cilmiga ku shubo atakhliyatu qabla taxliya walidaalika kalimat tawxiid nafyiga la hormariyey laa ilaaha layli ila allahu idan waa la banaynayaa jamiica alaaliha albaatila laga shubahaya qalbiga horta nafyiga la hormariyey waa takhliya banayn wey beerta goormaa la abuuraa marka la geed qaado ee la baneeyo ee la qardeeyo ee weliba la xalxaalo oo nadiif laga dhigaa yaa miigaha lala dhacaa kadibna wixii lagu shuban lagu shubta waa inaad banaysaan ood qardaysaan qalbigiina maxaa ka baxay geedi iyo filgimo xaskul baa ku taalla nadiifin buu qalbigu rabaa liqowli calayhi salaatu wasalaam buniya alislaamu cala annadaafa islaamka waxaa lagu dhisay nadaafad nadiifnimo nadaafadaasna midda baatinka ayaa ugu muhiimsan ka muhiimsan midda daahirka lafdigan iyo axaadiista macnahan ku timid nadaafada min xaysu aljumla waa axaadiid xasana aw xadiid iskii xasana ma jiro laakiin bimajmuuci shawaahid waturuq waxaad moodaa inay sugan tahay barkeedna tirmidi baynu ku marnay fii jaamicihi marka axaadiid dhowr oo macnaha ku timid ayaa badan min xadiidi abi hurayra min xadiidi caaisha min xadiidi ibn mascuud min xadiidi cabdillaahi ibn cabaas wabni cumar marka macnahaasi wuu jiraa laakiin xadiid iskii gooni u ah xasan ma soo aroorin maka la sugayay laakiin waa sida tanadafuu bikulli ma istatactum fa ina allaha subxaanahu wa tacaala bana alislaama cala annadaafati walan yadkhula aljannata ilaa kullu nadiifna waa xadiid soo aroray min xadiidi abi hurayra marka wuxuu yihi wadaadku wamaa haadihi fi thiyaabi faxasb wamaa madaad muhuna waa naafiyan filaya wamaa haadihi nadaafadan lasoo sheegay ma aha fi thiyaabi faxasb dharka besa gooni kuma aha
dharkun baa la nadiifiyaa oo la bafteeyaa oo saabuun lala dhaca iyo biyo cade dharka baso goono kumaha dhaqiddu iyo nadaafaddu bal fi lqalbi qalbigana way khusaysaa nadaafaddu ويدل عليه قوله تعالى وحنا تصي قلبك نظافة دسون مهم تاع حديث باب كتب من قيبك كمد النظافة كتمت انتو كان وذاتك أبو القاسم السهيلي في كتاب الرد الأنف في وحوجي وإن كان معلول السند فإن معناه صحيح حديث كان حديث بو كان سندك ضعف بها كتشري معناه كهله وصحيح بناء نظرا إلى قواعد الشريعة الإسلامية صحوي ويدل عليه قوله تعالى إنما المشركون نجس قالوا ونجاس مشركون تو نجاسة معنوية يقبان قلبه إن نجاسة نجاسة أي تاي في القلب أو باطنك يكفر يشرك ينفاق لقوضه وذا دا إجمع سوقوري لكن ظاهرية كم مرمي يا بعض الشيعة أو قبا قالوا إن إسكيد من نجاسة أوتا أو الله إسكت طهير أو الله إسكت نظيم فين أو الله إسكت نقي دعانك وذي الأرك ضاد كتابة ييجو قيون كتابتا بحسب بالرواية هاي قالوا كتاب قال لك قرصة قال لي ليه هوني كتاب إذا دان قرصة كريستنا أما يهودي إذا أن قرصة حق أنه حاضر ونجاسة سال الله رقمي سانت سال الله قبي حلوة قبي وأنا سكر دقي مركا أول علوسوي نجاسة مركا ونجاسة معنوية مركا يلا بكم يمسوي إن لسكن نظيفيو ليس كذبوا فبين وحول العدي أن النجاسة لا تختص بالثياب وسخذ أصقق جونكماها درك قلبك قدرا فمن لم ينظف الباطن نك أن قلبك سكن في عين الخبائث رقم ماذا حن لا يقبل العلم النافع علم النافع قلبك ثم قاله علمه وعزيز وشريف وشيء ونكسن ميلا طاهرا إن مدقه وحن بعض وضوذي ودالي وحكاسي عن مجر ولا يستضيعكم افسدوكم النور صدوا بنور العلم علم النور كيسون ما مشى مدغو مركه هوشاسي هاو دايما لا ان وي تربيه يا اخلاق ده كدال انت ذا علمك حزلينتي ز وقت كو بحنين ويجب على المتعلم متعلم هو واجب كو ارضي وحبرنا يا وحا سارن الله يختار انه صندورا نوع العلم علمك او دراسين يا وبرنا بنفسي أصون الصوغ قانسني شيخ وحان ربا إن الفقه آخرده شيخ وحان ربا إن أصول الفقه آخرده نحو إن هذه آخرده صرف إن هذه آخرده بلاغ وتفسير حديث أضوها قانسني مستوى هذا شيخ وشيك شيخنا سيه الري القرآن كان حفظيه فرتوانا قانا عربية دحوبة يقبل لابن علم جينا برتنا وان ربا محد يقول طن ليس فنقاب الله هيدي أذو ديدن إيمان سو إلى بقوب بركيني تلقي بركة قولوا أولياء إشارات العلماء دونا إلهام بابا سارنبا لأنه الناسح بيكوين هو أركائن وكو أنفعوا وحكو ترود دونية دنك لك كاملا ميشو مركة وشو كله في الأدى وتكو بركو بيساي بل يفوضوا بندق يا أمره أرن كيسا وحبر الشداء يفنقوا الدوران لها إلى أستاذي شيخي سيبو أدينية فإن الأستاذ شيخه قد حصل له التجارب تجربوين بدن با اوهر قشو وصو مري ووايا ارك في ذلك ارنك وحبريد يا وحبرشدة يا دورشدة هولها خبرت بقول يا هاي سل المجرب ولا تسأل الطبيب بالليل هذا محوغال با وحلويدية مس حاجة يقان نسمع لويت هذا محوغال ميا وحلو حاجة اللويدية مسه مس حاجة يقان حاجة يقان صحوي لكن وحلو يدني هوشة حوغال مجرب كهوشة أوكو كور قلي إعيل كيذا قلي إصوم مري إردب بضان وحبري إكعي أدور رسايا الأدى ماشي هذا قاد من يدا كوهي سوو أردني قاد قاري دون تاي فكان شيخ وحونو قد أعرف من أقوم بضان أوغال بضان ما ينبغي لكل واحد أرضي كستوحا كوها بأنو برطو فنو برطو وما يليق وحو عنما بطبيعتي أسقط بحالي يسيع حادث وقال برهان الدين الحنفي وحوي رحمه الله تعالى كان طالب العلم في الزمان الأول أرضي وحبرنا يواجه روحه أهانجري يفوض أمره أرنكيس كي أبندق إلى أستاذي الشيخيس واجه ريح علماء السلف وحبرن جرين إيه أنت السلف كرادة بإحسان با
culimadooda ay arrinka u dayn jireen wa kana ardaygu wuxuu ayasilu ki gaara ila maqsuudi ujeedadiisa iyo muraadi dantu u leeyahay uu gaari jiray cilmigaasi uu ka meel keen jiray wal aan hada zuma qarnigi uga hadlaya qarnigi lixaad iyo shanaad wal aan hada zuma yaqtaruna bi anfusihim naftaday u dooranayaan ayaga dooranay waxay loo dhigi laha loo daraaseyn laha ولا يسلون مقصودهم من العلم من قاران وجيددي وحبرشدا الى هاي ما افلحان ما دام ايغو اي نفتود لويناتي من تعلق بشان وكل اليه مركا هوشا زيادي معلم كواد خبرات يا اقون كتوميسو تلديس اودا فنغاس دراسيها كودادو مدكا اخري طيب عدم التكبر على المعلم وحاكلوا لازم أن شيخ هذا اسكوينين هذو دون هكاية راضو هذو دون هذو النصب أهاني يدل شأن وحاطر أنا إن الرويال فام ملي أسنك تاجا هيا لسدي هذا يكون طالع لكن يسنك هذا دريمين وذا الدريمين هذا كسر رئيسين يسو باعوق يبرك كلا قيرية وأكدلها هيا سكي إلالي قلبي وقوة قبرية ويجب على المتعلم ما أرضي وحبرا وحواجب كوا ألا يتكبر على المعلم إنه سن إسكس الرئيسين أما إسك كبرين أرض شيخيسي ولا يتأمر عليه إنه سن أمير يمسون إسك قردقين يتأمر عليه أنا كوي أنا شغضة كسين مشارب الغطاء معلن إنها كالقاد إذا بيالو إسك إلى لي أو شاء بل يلقي زمام الاختيار إليه بل يلقي وحوسي ديني زمام الاختيار doorashada hoggaankeeda lahu lil muallim wuxuu dooranayo xiliga wuxuu dhigahay darsigu siinayo cashirka intu ka dhigi maalmo wax daraaseen asaga loo deynay waxa kale oo muhiim ah marka wax la baranayo in cilmiga loo riixleysto loo rarto loo safro loo xireeyo meeshaad fadhido uunayd ku dhalato iska joog ma fiicno rafaadka iyo safarka cilmiga sidii nabi ilaahay muuse waa inaad gasho سفر النبي محمد وكل وينات من الدنيا إلى السماء السابعة السفر إلى العلم ومن مهمات الأمور حيث يجي الصومالي دهوري وأنا ما مع ترتو حكمة أنت صعد بيكون في عين حيكون دري جيرين روب يعلمه روب يعلمه صعد بيكون في عين روب كنتو نيروبي كبل لابو caawdoon oo qosocdo oo gaaris maro oo ilaa xeebaha dhan ku jeexo bari ka dhaco ilaa jabuuto ka baxa ya ku fiican meel hadduu iskaga habsado meel iskaga do intii la isku qayliyado oo lagu soo kaynaano oo geedi lagu furo ya raafka lagu qaadaya wax meesha ka soo baxay qeyra ku xaran mar hadii meesha lagu cartana bas wey intii joogtana waxba ka heli mayso intii timidna way ku hungoobaysa hadii laakiin uu socdo nin walba meeshiisa yuu ku dhargahayaa wadaaduun waxay ku fiican yihiin inay socdaan nimaan dhul marin dhaayama leh nimaan xiraynin tolkii ka dhex bixin gacalkii ahalkii dhaafin qariibin reer lagu jalin naftu qabanin ma aflaxaayo anaa idiin og haddaad aflaxdaanna waa naadir sidii imaam maalik oo kale imaam maalik baan madiina meel loogu dhaafay inuu xajiyo ama mooyeene aagga xijaas buu joogi jiray ilaahayna u barakeeyey saas darteed ragii saaxiibadii ahaa markay isu yimaadaan Sufyaan Athawri Maalik muxuu yahay ninkan fadhiidka ah war Maalik Sheekh ma diinta anaga naga dhigay isu dhihi jiray maxaa yeelay Sufyaan Athawri muxuu ahaa saaxiibu rixla jawaal tawaaf cala albilaad meel cilmi lagu sheego uusan istaagin ma jirin fakaana axfada من في الأرض في عصره حلو نولا بن آدم كحفظ بدن أما كحديد من نولي صادرت يد مرخو سفيان يمادو رقوا لفورسن جري إنما حقروا قال جري مجر مرخو كسمري هل حديث بلغي يا بائنو شم بقولو الدريق كشيكو دور بقولو شيخ كوريو ماشا دو الله فرد حديث هلا فلان وشل فلان بالله يده ما انتن بفلان كبا برين فلان ما انتقناني meeshuu ku bedelay saaxiibu shuyuukh dahay baa wuxuu u qursan haya Sufyaan Malik oo imaam ahl badina wal hijaz ah caalimkeedii ah wana shuyuukh yarbaha madinu iska fadhiyay Sufyaanna
كل شيخ في عصره بأفق صوغوستي علمي سوم مريي إلهي وداديس وكدهن وادنا قريسين الضاف إن حفظ بلامنك وحير لجوه وحوي يردن بكشف بجري شيخ مركو قلوب هيا عدو ورينتها نستيبر دميساتي بالأرض وحيان كل شعب لا إبادة سوريا بيدي مركا إنا رحلة ستان ومهم جدا وينبغي للمتعلم أرضيك وحاوها بون أن يقلل إنو يري علائقه حريد أدي سأنو يري وحيابها كو حيران إيه كو دقان إيه عوائق ذا إيه كو حيران إيه كو دي ذا هيا لقطة كاحرة هيا إنا تصفرت إنا تدقاغضو إنا الوقت بحيسو إنا وحبرت كو دي ذي وادي يرين ويبعد إنو كفا قادانا وناكسان عن وطنه ماشو كو دا شيء حتى يتفرق إلى أفارق نوض قلبه وقلبه أمرنا هذا للعلم وحبر الشد كما قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يعني هؤلاء بعضنا هذا قلبه كأجل جيران وحق كأجل إذا صاد من عدل وحسو جوري سلب وحورن جيران أرضيو أنتو سن جورسنا وحبرتو أرضيو حاله مك وحبرنا دون بدوين رحرا عنا يسوع أيو سارين ياي فإذا تزوج ها انكسرت السفينة بدأ برتن كذي دون تكون شبيسا صادو دبان لهذا يقان مرك أنت مرك أنا على عقد كوكو بدنين عرور كوكو بدنين حسابي الدنبيل هي مسؤولية بيل عن لقاط بقادين إذير طاي ماشى دون تكبر حيزو مرك الصحو علم قرور وحبره برادض مشغول شو حرمرود بس كن نقول لحجيت بس كل لحجيتن هون سب سب يدان طاي ولذلك قيل وحال ليه قيل إما حكمة وحالو تيريا أبو يوسف القاضي والو تيريا خليل بن أحمد الفراهيدنا والو تيريا جاحد شيخ اسم معتزلي قال النظام إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي والو تيريا العلم لا يعطيك بعضه علم وكسين ما هي بركي علم وإسكاسين ما هي بركي كسين ما هي حتى تعطيها كلك إلى كل سلبته يعني وقت قاطع رن إلى العلم كوب بحيسو بركي هلي ميس وقت ورن إن اتصال الربا مركز نسكي بركي هليس وحكمة الله سعوت وإذا أعطيته كلك كنت من إعطائه بعضه على غرر وفي رواية على خطر هذا وقت قادي ورن بكوب بحيي حتى بركي إن هليسو فربا كوب قدر مثلا الله بام معها هذا وقت ورن بكوب بحيي إن بركي هليسو كنت على خطر وأني في وقت يسود ما كنت بحي نينك لأنه وانس كشقة يسونا هولا هي قبسن لكن لبا صعبان مالك السينة يا درس إيا هولا وبحث إيا هولا كالطور حباك مجرنا بركيس نادر كن حكم بلها غالب كان كهالله إنا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وإذا أعطيته كلك لم تكن من إعطائه بعضه على عفوا كنت من إعطائه بعضه على خطر من إعطائك بعضه على خطر سيدا سوي أضو خير من أحمد يحو عام كوي آدو لغو تري يوسف أبو يوسف القاضي آدو لغو تري ما كان حكمة جرتوي يعني بيت القصيد كذا وحوي بيت القصيد كذا وحوي وقت بدن سي وحبرا شلا وقت كذا بدن كي يقبحي وينبغي للمتعلم أرضي وحاك الله وهبونه لقربه ألا يجلس إنه صنفر آدابت وهي قريبا مال كله من أستاذه شيخي سي عند قراءة الدرس درس ما كان الله بحنا بغير ضرورة عليس لعان هذا نب شيرين شيخ يأذو جاب ير كفقو نفت هذه يأذيك حروف هذه كلا يردرو ليدك هذه كلا يردرو هعبرني هو آدابت أخلاق تاكينيس مركي جبريل أو إسكت دقي أرض وحبر النبي وودا وهذا والنبي كسوكوري وكسحابه القنصدير النبي كدر بكدر بالوك هذه النبي قال الداي يعني وإن أذبت حكيري زاد كدر وقت أستاذ كأذن سانك كجلين هذا المرك هذا عريض جرو مش من ذلك إنسان قادين وذلك بسورة وهذا إذا هذا ميس كوس تلقى صورة قال المرك على اسم الله حالا نادرة وهي لا يقاس عليها الله يجلسن وصنفرسنن بهابون قريبا من أستاذي شيخ سميل كله عند قراءة الدرس الدرس عشر كما كان الله بحينا بغير ضرورة لبلاءان بل ينبغي وحاهابون أن يكون بينه وبين أستاذي قدر قدر القوس قدر القوس وحدان قانسة قدر كيد قانسنا دواه متر أما متر يبرد بين نقطة الله متر روي بقى دمرك قركو
ويجب وحا واجبة أن ينوي المتعلم الشيخ بالقصوها الله إني واجب تاي ومضى إني ولاه درت وحبره أجر دوند إحتساب لقربه نيذا أوها جاج أرضى يقونا ما قان يمقع ذيش إن وحبر تمية وإن علم قان يعني النفط هذا كوان فعل إلهنا كقعب ستوبرنا أيه أن ينوي المتعلم بتحسين العلم علم قبر الشديس أرضى يقونا إني يستو كان وضو أغنى تشيدو رضا الله تعالى إله رالي قلينتيس يو الدار الآخرة يد آخر دارة الدنباء آخر إنه كبت بعده النار كبت بعده شننا وكحله وإزالة الجهل عن نفسه هي الجهل إنه كسي قاد وجهل كب كب كسر عن نفس النبتيسة وعن سائر الجهال هي أنت كلا أقون درن وكسر الجهل نفتي سوى أنفعية جهل جب نفتي سكسارية ومضى كان وحبوب برا جايو جهل جب كسارية يو إحياء الدين الدين تنولين تدوين وقصده ويبقى الإسلامي إسلام كونه سيجرو إسلام كونه سيجري كرا إن لبرتو أو مدى الله سيبرو هديك لإن دراس بادعي إن دراس بادعي أقوانتي بايران علماء بايران إذن علمي هدو علماء يراتي علمي بايران مركا إن أدبرتو أو سيبرتو حكو جرا تير إسلام سيجري ديس فإن بقاء الإسلامي إسلام كا باقي سيجري دي جوغي ديس وحكو حرانتاي بالعلم أي بالتعلم والتعليم علمي هو الله بدأ هذه برشة يا بريد وينوي به حون أول نيون يا برشة علمك الشكر على نعمة العقل إلهي عقلي بكسي والنعمة يا أبالك الجوجل متك أجوي يا رب جوجل إن أدي بها إمتى حيوانات كلا يدين كلا ساري أو أول جسي نعمة العقل جراد يا جرشة عقلي قاصر علمك الجو برتا والجو دوبا وحلو قبصدا إن لقى شكري والربا طيب وينوي به حقن أولن يون يا علمي الشكر كما هنقيد وكما هنقادونك على نعمة العقل نعمة عقلك يا وصحة البدن يا فيو بدا شركا ربك سي شركا فيو ربك سي يا عقل يوم كسي نعمة نعمة كابا الجود كيد وحاكم إذا إن شقادي الله قلت لك الله قبط الحكو برات إن الوحكوب برات الله وطلق عليه من عقل الجوسي إن العلم يا معرفة إله يدين قوة ليسه شركا فيونا آدهوش أكال ما يسطهوش أيضا ذات قوة ما ويدهوش هذه جسار باطيوي ولا ينوي به إقبال الناس إليه علمي يقول لك هذه مسؤولة برن ما يسد إقبال الناس ذاك أنا يكون سوق قابلان وذا ديو لسورة وين يشاه الله شو بايو شيء خبل ولا ليه هاي أو لبض لضبط ديهم بعض أركته أنا حاضري هوشان وين الوحكهش سوح لهم برتو ويسكي من دون تا دك دقاسي لما ربو كرام الربي يحوي إله بشرة دي سوي تلك بشرة عاجل المؤمن وي عاجل بشرة المؤمن وي وإيمان دون تا دك دقين حنبض وإلا صودعي ميد ده كل عدي وشيد ده كل يعني وحي ربك وفضي نعمانا كحمدي واستجلاب متاع الدنيا يا الدنيا ذا بربك السجيد كيس إن هذا الدنيا كلها شحوق مشار حوق نقالة حوق عرب نقا أمور شديد كده إلهي درت وحبره الدنيا ذا أسكى إيمان يسه يا ولي كرامة عند السلطان وغيره يوسن أن يون بقول كأنه ككرامة كحرمة كرسي العلماء لا يجاه ذا الوجيه أما تذكر بقى كحرمة تجارتي أنت ما على كحرمة هوش عكبه وقال حماد ابن أبي سليمان رحمة الله تعالى عوري أستاذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى من طلب العلم للمعاد ننك علمك أبرت للمعاد آخر درت أبرت علمك ننك أبرت آخر إلهي أد أقول نواتد ابن أتكبت باد أبرت فاز وحكوك وليستاوه له بفضل ديراد من الرشاد هنون كمده يعني هو هنون آوي هنون يا خير بو لكل ما ننك أسكا فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد وحادي يا آد أخساري فيا خسران فيا لخسران طالبيه علم وكو أدون إياه خسارة ديبان لي أبنا هيب لنيل فضل حو ديرا ذات قادد ومن العباد أدوما حو مشارة كيشد شيخ وحور اللهم إذا طلب الجاه إن أدمغع يشربت أرهدين سبب مويين للأمر بالمعروف حاضر ربط أمدي نمان مقع يميقان لهين وندوب وين حيانون مساعدة كخوت بينينون ومدى توجينينون فردق اللوكعين بحبك دقيسان مهيان ورادو مكاد حنو شيقيس مشيق باطاي بالغودي مشيق باطاي ده نفط كوكنت ومسالي دبان لقاء دقيسين هاد شيخ نقطم مهيين
dadka khayrka saad u farto wanaaga lagaa qaato wax baro oo darajo meeqan cilmi gaad ayadu taa dhimbala maxay yahay marka ayada laftirkada waxay tahay walidaar al-akhira للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الله أبرته ومن الدين ومن الآخرة يا والنهي عن المنكر أضبرنا يسمويين وتنفيذ الحق حق فرنتيسة يا وإعزاز العلم علم إن الله شرفه الله قدره الله قيمه وإحياء الدين دينة إلا النوليه لا لنفسه نفتي سينو مقعكوها لدوسن أبرنين ودينة أقضنين قصد كاسي مركة مدي ذا يوي يعني ومقصود أم ديدينين إخلاص كإيو قصدي وأنا أكسر عندي ذي النوى وأقيب كم ذا وأقيب كم ذا يعني إلهي درت أبرة معنيه ذو ماها آخر بسعة بنقوله شيء ذا يعني مقاصد الشريعة أي ربتي اللي هرجل لي إن أدبرت إن هرجل سن أدبرت ومن القصد الحسن ومن النية الحسنة بلاد المسلمين تيجعلوا هاي سطو إن الحرية إن الله تعالى ومن الجهاد في سبيل الله من تكون من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وذات حمى وحكفها من مسألة خلدان لتحرير بلاد المسلمين فقط إن نيسته ومن الجهاد في سبيل الله جبد حورين تا قبل هبل هذي اللي هذا ومن الجهاد في سبيل الله أو شاين أذفانتان معي إلي تحرير بلاد المسلمين ومعي ومن الهي ومن المقاصد الشرعية إلى يحلو ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إيه والمستضعف محلوك القاضي والعفو يقتضي أصلا التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه إلهي واسكو قبطي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وفي سبيل المستضعفين بلد مسلمين كلا قبصدين لقوا ميزيا يا مستضعفين نقضة مسلمين تكون ولا شرع عبد النور بن ويدن رحمة الله تعالى عليه 98 كي أن نقول يا الصوماليات بوحي أدق على اللمان قبل هبل حرين تيسا قاران مكبحين كرا مكاقيب قاضان كرا واحد جهاد ما يهم السماء ويا هاي بوري أقول در قلة الفقه بين هايس الفور نقاض أنه وهابي أسوالين لماذا لها وينبغي وحاها بول أن يكون العلماء علماء إني نقضاء يو طلاب العلم ضدك علمك الرادني في زماننا حلق هذا إنه تشغن أحسن ثيابا ضدك أولا روانا أكسن ومسألة مهم جدا وي مسألة عرفك يردقنك وإن الله صحوتان وذات على الله هنا هنا هن واتا وقان شير له وديفك كصعوده وبرفتك هيا وانقبي سنين او وحيابها لو اسكو عرفيان استعمالين امركو كو امر ااد مودي ان هرغانتي ميشا كوم مري مشكله وي اسكا الهالي علمي عيبها وسوجنا ارددا يا معلمينتا يا علمودو وا اني خرغودا هلكا مركي مران وين لا يرهادو وداد كبا ميشا مري او صحن صحي عرب برفون ميشا لا دريم ما فهمت ورقي هذا بدن بان اوغاهي معلمين دوكسيو لوغه سو عيريه نظافه دران اوغاه كوبو توشنا دغاهي او وحان اوغاهي لا ييري ور وداد كان عرطبا نغه برها يا هي هولا ان لا شيغين اس ال عليا شيء عزيز او شرف له او قيمه بدن اي حنبار سنتين اذن كحمانتينا يميل كدحينا علمي دينتا لو تيرنيا عامض موقته مع وحبذا ما كلا فهمان هذه حمانت هذه الشخصية ده هذه هولها كويس تأين يجون أسران علم يجون يجون أسران ما هو ذا وحب برن ما هي ومع هذا وحبر تكانوا كلام نقول يا قشنق مع تما حتى نسك جابين كرين شلي زن كرين خندع لك كسي كذي بروف تقوي سيد الضميرك هوشة إسكا إلالية نظافة حرقة عائله إن أنا عصبونين إسكار لقضاء ميدا فيريستا حيوير برفون يرو على يرو أبو كون شيلنا شام بقوله شيلنا بإسلام دوبن كوتشي تشيدا سنك تاجا وايد نسيدة ما تقول قص ليسا من زحى هين إسكا إلى لي يا إذن عامض إذن قشين سنين علمنا حقرنا حرقوده وذا أضيف على قشان قرامة دنت الله يرحمه
magaalada xaragaan ku joognaa ma xoolaan ku joognaa naadu xaragoodo waayeel waha waa dhawad buu dhintay Allah yarhamu markaas qaraan loogu tagay badan uusan ka bixi karin qaraan keen baa la yiri kaas oo inta ma heli karo oo sidaan ugu xaragoon ur magaalada xaragaan ku joognaa xoolo kuma joognuu xoolaha sheegisa ma bixin karo ma hay laakiin xaragaan ku jooga magaalada naadu waxay galabta kugu arkaan bay yey cishaha kugu caayay Soomaali waxay dhahdaa wixii casarka lagu arko he ya cishaha lagu caaya wadaad iska fiicina adoo shuqul xun ba aafayni oo ku eersani oo lagu caay marka xoolaha cilmiga aan wada jirsano ilaan cadawgiisuna he waa caam caamadu waxaad mooday inay xurmo kuula fadhiisaas isha kuula raaci marka dhaqaaqdana xambay kuula fadhiisa adigu marka caamadaha dambaajini wadaa taagan oo ishaysto wada socod oo ismaqla haya iska dhig isla socda inta inaad dhahwaan rabi wax badan baan ogaa inta la u sii dhaafi mahay ahsana fi wa a'zama imamatan nimanku u dhar wanaagsa ee u cumaamad weyn waa goor muslimiintu caama iyo culimada waa la duuban jiray duub kaalam yaa la marsan jiray madaxa intii la duubo oo garkoosa la mariyo yaa labada indhoodii inta afka la muujin jiray libaax buu ruux noqonayay taasaa ka wada dhexaysa caama iyo culimada mar haddii la wada xirinayo cumaamada ninka caalimka waa inay ka weynaato midda caamayga waa a'zama cumaamatan wa awsaca akmaaman ninku uu gacmo waaweyn qamiiska ruuxa ku dhagan ee dhabta ku ah dadka fuqarada ama masaakiinta ama xaragada ku ficnaba waaga xidhan jiray baal qamiiso weyn oo gacanta holoftay halkaa joogto gacanta kale la gelin karaa lagu xaragoon jiray waaga ayada hadda laakiin kaas inagu agteenna xarag carabaha laakiin aminku waa artan baalkii holofka way watay inaad aragteen ba mooye uu ka jiraa ilaaminkan shaam iyo masar iyo meelaha uu ka jira ya suudaan iyo ahay waawsaca akmaama kuwa gacan waaweyn waa inuu noqdo sheekh farqan kala soocid darta la kala saarahayo ay tamayuzan can iljuhala adoo ka soocmaya dadkan aqoontan ee caamada kama qaala abu xaniifa raxmahu llah tacaala liasxaabi uu ku yidhi ardadiisii cadimuu camaa'imakum duubabkiina weyneeya wawasicuu akmaamakum gacmihiinna iyo qamiiska iyo shaarka gacantiisana weyneeya qaala dalika wuxuu u yidhi lianlaa yustakhafa bilcilmi wa ahlihi saan cilmiga iyo dadkiisa aan loo quursanin xaragada inta adduunyada bini aadanku waxaabay fiirinayaan aadame waxaa le waa indha ku garaadle wuxuu arko kugu qiimay hoostada waxa jira iyo raganimadaada iyo diricnimadaada dugobnimadaada geesni waxaa uma arko bidixdaa tuuraysa allah fiyuna qamiiska feeraysan iyo baasha taagan intaasuu qiimaynaya marka idinku cilmigu uusan idin eersan imaam malik raxmatullahi tacaala calayh waxaa la yidhi weligii darsi cumaamad uu ku akhriyey darsiga labaad kuma akhriyey dhar iyo qamiisi iska daa iyo taylasaan iska joojiye laba boqol oo cumaamadood buu lahaa laba boqol oo cumaamad oo gooni oo tan la duubta galabta hadduu mid ku akhriyo berina mid cusub ciidan gooni a dhaqi jiray gabdho gooni oo jaariyaad ka shaqaynaya feeraynaya abaynaya maxaa jiraa la yidhi tacdiiman lixadiidi rasuulillah sal alay slam nabi maxamed hadalkiisa markaan akhrinayo waa inaan u shaaximanahay sida ugu quruxsan nabigu muxuu jeclaa qurux midda u wanaagsan cadar midka uu udgoon wuxuuna u necbaa in sinjiiriyo xuruufan wanaagsanin laga dareemo asagoo ilaahay udgiyeyba oo kori hoosba ka barakaysan xaya wamayitan yo haddana wuxuu u dadaali jiray si eedan u daari idinku marka is-ilaaliya qabiiska ha lagu dadaalo dhaashiga barfuunka waxyaabahan dhididka gooye ee la marsado kilkilaha marsada ishabeeya timaha hoosa la iska habeeyo kuwa kilkilaha ha la jafo war nimay maxaa leedihi macalimiinay cilmigayaan la quursan hawlo badan wax iska raqiisa way ma dhib badno ku dadaal nadaafada wuxuu yihi waman tacana ruuxu dura biatwaari culamaai zamaanina atwaarka maanan fahmin waxaan u malaynayaa in tasxiib ku jiro akwaar ay tahay waana sida daahirkaas siyaaqu tusahayo
ومن طعن روح الدرة بأكوار علماء زماننا علماء يا حلقان جوقت علماء الضوب كود أكوار هو جمع كوروي يقال كار العمامة أو كورها إذا أدارها ولفها على الرأس عماد والله الضوبة والله وريتشيا مركز سيد الله الضوبة هي عماد وين بين قنيس ملح وين باديلا عامة كوكو سجلت مركة قارك وكما دي سنجلت كواد في لما دي يقول علماء عايز وما يدارون وسي ضوبتان وضوبان هاي أنقليهم وهابيد عماد قدون فيقا يكتل على إقاطان ما يدارك ولقد بدبك واسوتشري ومن طعن الروح الدرة بأطوار علماء زماننا أي بأكوار بأكوار عمائم علماء زماننا دوب كأي وريق علماء الزمن كان جوكت روح الدرة التي هي لتنفيذ الحق اللي قلت لك لحق إن لقفليه يو إعزاز العلم علم إن لقشرفه لقبقره وإحياء الدين يكفرني كوقالو بيه وعماد اللوين أما الله قرحنا أما الله ضوبي وأن علمك اللغو شرفه عالمك اللغو حرميه تدك أوكم موغضه لعزيه أطوار هذه النقوم ويدو أدوار بين نقونا يسمركا ونو البميقان كي درجه دو مدو أتشوك لكن أنا وحي لحق بدن أكوارك وأنا سيد عانك كو كتب الحنفية ويكاه الله مسائش هذا لغو تكفيرين بيكم بتاعي سكد عالمك ودرته هذا العماد يصدرته يقاب كل الضوبتي قرحسن يسوء ويني شيخ أودن ليه ضحيو عماد أمد شديدي حد أسعطا علم ماذا نينك علم ماذا أسعطان أي أسعطا علمك وعورا عيد البصور دافتي ماني يوغاس كي نوت شدابوري وحوري وأما الأطوار إلا الدور أيغو الضوب كأيغو يل أكوار التي لمجرد العرف عرف الله حده يعني قبل واحد كتشوك عماد الاسكوين يستقون تهدا ضرطو وليس ملا لكن عماد علمات هذا سجون ودرتهم مشتبوي يو التعظيم فيما بينهم تذكر إسوينين تأيو إسوينين وحي عرف وقه عامل رأي حراته علمنا أن قولوا كوهين مدى يدا أكو قالوا ميس فليس بشيء أصوغ مدى الله ما أقوله وأما الأطوار وأما الأكوار التي لمجرد العرف بقنا هانون لو حده والتعظيم فيما بينهم يو إسوينين بس يوحدان دوبين بالحران فليس بشك هذا معنى ملها ضوب كل واحد التعظيم كعلماء هي علم إن لقوين أيه علماء إن عامل كجد ونادان إن لك لجرتون إنك سؤالش لو ودين إن كان لو ودين إن كاسا قيمة يسوي كان كله عامل وحتى ماذا حسكب بوران وذاك غير له شو ماذا حوين يجت كاسو معنى ملها إنت أصلا كفا ماي أطوار تاسي مركين أكوار تاي بانو ملاين أيه بلين يكون صوب بار ويجوز وحابنا هو هذا مثل أوجد بهايا Somalia way qaanaar waxa uu run jireen ee guur iyo waxbarasho iyo xir waan xireynaya waalidka waa lagu khilaafi kara waalidka dadra cilmi baan doonaa oo ka diido wad ku khilaafi karta waan guursanaya dukaadina ku khilaafi karta misailka dhig jireen baad laga hadlay yani sheyga fardhu aynka ee waajib ku waa raadinta su'aalka dhuhur istaago haddii lagu adeecmay waa macsiyo xumaan sameeyntina lagu raaci maayo بل شبهوين كان لغو راعين ويجوز وحابنا المخالفة لوالديه في التعلم إن لبدو والد كوك عن سيدوت كو أمر ديدو وحبرا شدا دي دينات والدكم مركا دين ومركا أسو حد قدام موين أردك وحفي عن برنا هي الدين برنا هي وناكسا هذا المال رسك وخطر وسن آذين انت بدل ما ديدو قال في منبع الأدب حكويري وذاتك حنفقا قيل وحال كل ما لا يؤمن من الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض عين علم الحال كان صوم الروي كل ما لا يؤمن علم كستون آمن لقى أهين أن لقى آمن من الهلاك إن آخر الوه لا أقسمه أو نار قشو أما حاران أتقول على اللي أنت مع الجهل مرك لقى الجهل ياي فطلب علمه وقال كي إن الراديو الله برت فرض عينه شيء والبو أتدك جاهل نقطه أتقول آخر سيجي إن أتبرت فرض عينه لا يجوز مبنى ترك طلبه إن هذا هذه صوت برات مبنانه إن كتكت مبنانه وإن منع الأب عن طلبه أبا هبدي ظهر استقر هذه تيسه شيء والبا وأما حارانا أما واجبة ولقبق يا أقون درد إن يكون جيسه واجب إن كتكت أما أحد حاران كل عضه إن طلبته ولازم أبو هدو ديده شيء أنا ضبرته هذا ستنا لقي يلي مايو لأنه هو خير مع دق مركع السجع سواء كان من الأمور الاعتقادية شيء قاسي
aan laga tagi karin in la raadiyo waajib ka tahay ee fardhu aynka ama han noqdo masail aqadiya babul iman wama yataallaq bihi ka ma'rifati as-sani'i ka ma'rifati al-khaliq allawayna barashadi wa sifati sifatu rabbi barashadi wama yajibu lahu wa ilahi waajibu kamal ya jalal ah wama yastahilu ala wa ilahi mamnu' ka oo naqais ah يا وحن ربي قوانين وما يجوز وحي بنانو افعال اسك عادي ومركا كما لو سن كجيرين مركا ذاتها الله فيريو مركاسي نقص سن كجيرين وان محمدا عبده ورسوله نبي محمد اظن كالهي الرسول كسي الله برتو النبوات وي الالهيات بقيبتها ورا الاسكو يد هذا وحي الهي كصاب سبحانه وتعالى تنوى النبوات انبياء يا وحي كلك له الصادق إنه في أفعاله وأقواله نبي كر شيء رقا يقول أف إي أدم بكر شيء ومن الطاعات سواء كان من الطاعات ومن الطاعات التي تتعلق بالظاهر هذو دون هالنقضو طاعات ككل قله أف إي أدم لغا السمي أدم هذا لغا السمي كالطهارة وسقاتك قبيس كي يوحي لها المال والصلاة والصوم وغيرها يعني شيء فرض عينك أما أمور اعتقادية هالنقضة أما هالنقضة شرائع دي شريعة دي إني عمل كي جوارح دي هالنقضة لبضى من الله كالقادم هايو أو ما سمين ما يتعلق منها بالباطن أما هالنقضة أمور اعتقادية يمد جوارح لقى سمع عمل خسية باطنك كالنية والإخلاص والتوكل والصبر والشكر وغيرها علوم تاسي هالنقضة من الأمور أو مما يتعلق منها من الأمور بالباطن من الأمور الاعتقادية وهذه بالباطن كالنية نية برنايسة نية سيد الله تحديريه رياء سيد الله قصاره إخلاص كسيد الله سافي قريه والإخلاص والتوق إلى سيد الله ترى سارت الله عسكده والصبر سيد الله قد سيد برنايسة لقد القاط لباتوينك لقد القاط عبادتك واجباتك لقد القاط مع سيد سيد الله صبر الله والشكر سيد الله ما هنقول إلهي الله بريه شكر وام حيوان أذفرتون توحي ربك وفري يو غيرها ومن المعاصي التي تتعلق بالظاهر أما هنقضوا معاصي ذاكو تعلق ذا كل قل ظاهر كأفي أدن كرعه إن باطن شغل كالنظر بشهوة إلى أجنبية أو أمرد وين أدبرت بلوشة ضحكوكتا هويني أن أسطرين بارتفأ نقل إن يرى أمورا يقول حسنا قبر بل لمودي أو نينك أفي سندرين بوقا دي كرار دوبا وين لبرتو مسائل كايدا كالنظر بشهوة ضماعي ان لو ايغو لو ديمودا الى اجنبي تاوين ان غيان كا او امرد ان نسوسوبي او لو ان غر لهين امرد كو نينك قروح سنه صبيحه اما قبيح بها نوقد ان تيم لهين ان غر لهين اما ان شارب يمن لهين حاد لهي اي والغيبة حانت وح كو سابس مسائل حانت مر بي بنانا تاوين نغ سو مري مرنا وا حارنا وا اصل كبا لو دور رسنا وينات كلا برت وكل ما يتعلق باللسان يا وحل بو كل له عربك يا افك قرمه هذا الكبنانية قرمه سبنانية قرمه واجبية وكشرب الخمر خمر هذا عبيد ديد والزنا زنا ذا وأكل الحرام حرام طلعونه وبريان وض صوق وسطو إلى جاجا بعين هذا يا تذكر في رصد علم الحلال والحرام أدبرته والربا أي الربا ذا وغير ذلك وهذا شغب الله قد قلتوا جماعة الله قصوا بحب بنو لجاجا شقيه ونك كشقيه العقبة إنه هلا يو أدون كبا نك سنك تاجا يويا مرة أذكر أو مما يتعلق منها من الأمور بالباطن أما وحكو حرا باطنك كالحسد حسد كوين أدفانتو وحوية هاي غبطة كما شد إيو حسد كينات كالقراتوا مسألة علمي وين أدفانتو باوي قرما حسد كاللقوقة من قرما اللقوقة من نجح عليك سؤال ليني والكبر إسلوينك ما لا كبر كبناي هي باتر على المخلوقات ما لا ممنوع هير هدوك قرات كوكالوي باتر هير نوا كبيرة من الكبائر إذن وين أتكلف أنتم؟ والرياء استوسك إن استوسك جورما وعمل كبرنا يا هذو قالوا كل جورما وثوابك ناقصنا يا وين أتكلف أنتم؟ مربو قال لي ما يا ريو ورياء المنافقين مرنا وكبيرة من الكبائر إيو سوء الظن ما له حنا مسلمين الله قاضي وخطر وغير ذلك سوء الظن حديث كي ابن عباس يا حديث كي ابن عمر في سنة ابن ماجه والترمذي وغيرهما كسر مساني دبا نبي قال أرق نبي ابن عباس ابن عمر لبحديثه كلا دوان يا مالي وحصوم مريك كعبادهم كاسو في ريه سوبانو مركاسو يرسو نبي قال
كعبين بوين ده أو حرمة بدن ده أو قيمة بدن ده، لكن حرمة المؤمن ما أعظم من حرمتك عند الله. روح مؤمنك حرمة إيسا يقدر كيسية مرع إيسا عند الله كاوين أديك كعبدا مخلوقاتك كالي رولك كعبدا أو خير بدن أو حرمة بدن أو وين، لكن حكسي حرمة بدن مؤمنك مؤمن يأوسي حرمة بدن رسول شيئا بيض صمهات نبي قال سيدايي مركز النبي وحيولي إلى هاي أذقة هر شيء حرم أيلو حرمي أو ويني وحرم من المؤمن ثلاثة دمه وماله وأن يظن به إلا الخير دي كسال لويني مال كسال لويني إن ملح لوقا إله وادي ذي ومسألة وين وين حرموينك روح مؤمنك يحقي سيكمت هاي وأن نظن به إلا خيرا. حديث ابن عباس سوى حرم من المؤمن ثلاثا دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. شغل باين لبدا حديث با وتحسينية بطرقها بكو تحسينية سلسلية كفيرية مركا هول وين وين حديثك حالة إن مركان زمرة إننا نحسوس لدى حديث ضيف عنيد حقين وكسو مرة معناها حمل المؤمن على الصلاح هو أقرب إلى في الفلاح. مركان سومر إني لبدا حديث حديث ابن عمر في جامع في سنة الترمذي وجامع الترمذي هي حديث ابن عباس عند البيهقي في شعب الإيمان لبدا حديث بضعف علسكمتشرو مد ولبنا لبا طريق بولي هاي تحسين كشغلبان وحلم وده إنه صواب يا هاي بل سلسلة مركو مري وحول وحان عطسنا يا لبدا حديث إن ضعيف الجامع الصغير لقى قوريه وصحيح لقى عليه ضعيف الترغيب والتريب لقى صاره وصحيح الترغيب لقى عليه سلسلة حد ضعيف عن كل شيء هل لقى ورشيه هل لك يانو ماشار وقدر دارمي مكوارك اللي بدأ حديث بيني سوغانيه شغو حوري. فإن معرفة هذه الأشياء وحيابها إن صومر أمور اعتقادي يقص هابسن أما كوسا بسن طاعات كتع لغو ظاهر كه طاعات كتع لغو باطن كه معاسدة كتع لغو ظاهر كه معاسدة كتع لغو باطن كه انت بينات برات السد وقد دكتونا تودس كجئ إلى لسه وفرض عين. فإن معرفة هذه الأشياء فرض عين فرض عين وفرض عليها كسارا عين يع شخص وفرض شخصية واجبات كقاركود ومضر بيؤتى الله بركيد هذا يقبض انت كروح الله ما هيست من نوام حي ومرح كتابت مرح كتابة شوي هذا لا قربة أنا لا يقربة نول بإسكي بالله قربة. ويجب على المكلف وحكوا واجب مركز فرض عين نقطي طلبها إنه راديو وتحصيلها إنه هرجليو وإن لم يأذن له أبواه لبدي والد بيسن فصحيني. ويجب على المعلم معلم وحكى واجب كؤة على المتعلم عفوا نيكو حبرنا يوحاك ولا قربا أن يقدم إنه هرمريو في التعلم وحبر شدة الأهم من العلوم علوم طوال قيبوت مقاصد وسائل وي وسائش أؤديك علوم مقاصد مقاصد أن لفهم كرين أما أيسا كادا دعيني إن تصومرت وضضا مويني وأنا تكورمرت. أن يقدم في التعلم الأهم من العلوم علوم سيؤكل مهم سيهين وهو الصرف والنحو وغيرهما على الترتيب يغير كود بقى. يعني وحد ربطينا علم الكتاب وصلنا براته أحاديث النبي محمد يا قرآن كتفسير كسار فإن فهمته وإن نحو صوب براته صرفي إن عالم بالتفسير نقطه الله طائفة قرآن كي معاني دقيقة هي إشارات كفوق القرآن سد دونيزا علم البلاغة وإن قدرت خاصة لبضة فنية ضمبي معاني بديع وأنا قدرته هذا يصدح العلمي بياني معاني بديع بأذكره وإذانا علم المعاني قسم ياسا تركيزنيس وقسم بلاقه أغمهم سن في فهم كتاب الله لبدا كلوات كم أرمي كرتا البيان والبديع. أما علم المعاني قسم اللي هذا مفسر دون كتاب كربك إنه فهم لأنت ما فهم كربين لسو شيء وحين مركا إسكا لقبض الأرض بي إسكتها هاي لكن مركا ربطنا
كتابك ربك حق يسوحون كسيسو فانك وينات متبحر كتاي علم المعاني صرفي ان حول انطون علم المعاني بلاغ لما فهمه هذا ترى وان فهمنا نفطا كابحي نفطا طبعا سنه كاغادا نحو دنبا انت امهم سنسرد باكو سو تحت حسيلين كرتا داي نين فاهم ومسكح فران بلاغنا وكسهلا انت نحو ذا بلاغا كسهلا صرفنا اسا كسهلا نحو ذا صرفك وادير وارقدين ولبض وضب اسا كفضوط قواعد كوبن بلو يا ضد حفظ وادك قرنا بابعيني ماشي النحو ذا امتحان اي تبط اذكو بابايس إذن هوشا إن أدبرت علوم الآلة ومهم جدا سيأذك أدوه وحي مهمة دهام وذلك أن العلماء علمته لا يصلون مقاران مقاصدهم أجدوين كي لهايين اجتهاد كمدياي من العلوم علومة أجدائها إلا بسبب الألفاظ ويرها يا معنى محل قدوبة مباني معاني بأوحلك الإجادة معاني يا مباني مباني وألفاظ ما كانوا الله أيه ويرهن استعمال أيه وحان أقوه الله أيه إن أنكوا جتون أنكوا فانسية دنا أن له معنى قلبي يكون وريج أيه أو نفته ده كتشر أو ندريم أيه أي أن سوق جد بنا أيه معنى هو جد بنا أيه قرال هذا الحروف ويرهن استعمال أيه ويرها وحال لي ده هذا يحروفهم مباني وبخشد ووراق وحلقوا الضوء أيه وتشدد يا معناها أنا وحال الربعين لفهمه معناها وحاف فهمه وكذا دقا ننقرطي لفظك والألفاظ ألفاظنا لا تحصل كمهر قشور لما فهم إلا بهما هي إلا بهما بالنحو والصرف لا بد أصفنون لصوبرن لما فهمه فهم كل ريب على الله هذا تاينين لغوية ومفردات اللغة يقان وقواميس معاجين تبلقي أداتا واتفاهم معنا لكن وشيدد للربي القرآن كل ربي أحاديث الربي استنباط يمعاني يفقية دي اجتهاد كتري لما قاريس معنى هكود بعد كفا ما يسكلي فهم كلو جدنا وفهم دلها يي علمك الشرعي إنات هير سرك قادود مجتهد نقطه نحريرها وعن عبد الله مبارك رضي الله رحمه الله أنه قال مات أبي أباي وعدن تيبر عبد الله مبارك وخلف من تركي عبد الله مبارك أما كردي وخلف لي وحي إيقا تقيبوا 60,000 درهم لحدا كن أو فدو درهم إيقا تقيب فأنفقت منها وحام بحي أون استعمار وخرج قريه 30,000 درهم منها صد كن درهم أيضا كمدة وحام كبح شيء في تعلم الفقه فقه إنا برته صدن كن فقه بان استعماله شيخ حرموسي ادوغم وخ كغدو وراقيه كو ييبسو سفر دير كو قال غاديد كو قادو خرش كاس وخ كو بخاي علمي فقه و 30,000 صدن كن وحان كو خرج غري في تعلم النحو والادب نحوذا ان انبرتو يا ادبك ادبك هو دقنك يا تاريخ دي عربيت تاريخ اللغه مفردات كيدي قواميس تيدي قبايديدي تراب كذي يتحدي يدي أضبرته وحوري بواقد أبا عبد الله وليت الذي أنفقته في تعلم الفقه اللهم أن وحي أن كبحي فقه أنفقته كبحي يقول في تعلم العلم والأدب صدق يكون الفقه كبحي طلع ما كبح شبوري لحدا كما نسكو جاي النحو ذا هي طوابع ذا علوم العربي وكذا فإن النصارى نصارى محاجر عبد الله ساوتري نصارى كفروا وحكوا قالوا بين بتحريف حرف واحد من كتاب الله هل حرف أو كتاب الرب يكمله أو يخلد كفامين ومحيط هاي حرف كم حوها عفوا حيث وجدوا في الإنجيل مكتوبا أنا جيش محرفة هاي أما أنصف عن لوحة كان يمت كمده وحكوا أركين إني أنا الله ولدت عيسى عن عذراء بتول أي منقطعة عن الأزواج بتشديد اللام ولدت فقرأوها بتخفيفها فكفروا وركبت فهدين بيلت ولدت هذا اللي هذا ومعنى صح عيسى وحنك أبو ري أو دلي أو أم ري هويني مريم اللي هذا معنى صحوي لكن فوضي
shidka ka qaad wulidtubay noqon wulidtu waxaa lay dhalo aniga dhalay aniga alla ah waxay umushay he ciise afwan maryama ama waxaan ka dhalay ciise waxaan ka dhalay ana aabihi ah asna waa wiilkaygii maryanna waa bilcaantaydi dhashay wiilkaygii والابن من جنس الاب والايد هذا والابن هي من جنس الاب صدرت النصارى ورتن لسو تاغن ابي يو ويليو يروح القدس الاقانيم الثلاث واتقان وركوده بختي وامرها دونك او دقن سن وحود حتى لما فهمي كرو كفريات كقوليها كلا شيغان وحبات كفهمي كرتا ومعقول وان كان كفرا ايغو حتى ما فهمي كرت horta baladin fahma maxaad aaminsantiin iga dhaadhiciya saddexdu waa hal halkuna waa saddex miskeenaysa saddex la isku geeyo waa hal saddex la isku geeyo waa hal halkuna waa saddex muxuu yiri qaraafi kitaabkiisa al-ajuba al-fa'ira al-ajuba al-fa'ira fi ar-radd 'ala al-as'ilati al-fajira wuxuu yiri nasaaro horta waxay aaminsan yihiin horta ay faansiyeen مقالية ندري قرمال رديا هذا القرمال قد جوابتها ورطة مركات فانت ورطة بلي فانسية أنا من نصارى مركة إيه مادم بوابك وضع الله اسكوا بردي محان زمية كرسي قامر وفر استوحان لها أي ذا لها اللي وحدة مسيطة برطة يشرحها ها ساسة كوضا مية وراو دمحا كوضا ساسة كوضا مركة رفاضة ما اسكتا كان بور يهود وانس فهمي كرابة وقليان أهل البدعة وحي الشيخان وان فهم لكن أنا هل كان بروا فريستا النظرية أنت للردين لابد أن تكون معقولة متصورة بل يصورة هذا حلو إسقابتان ومثل إسكو قابتان محادي هبلو أنك لبحنا محاد آمن سنتهاي وحن محوي هاي ورقح بلسو إستاقي سير رقح كوي هاي دسمار سوء قطم وحي قطم ورقم رقح با وورتم إلا إسفاب إني أنا الله ولدت عيسى عن عذراء يعني قبر بكارا اللوجرة بطول أي منقطعة كقوضي عن الأزواج رك قوضي من القرسنين بتشديد اللام بتشديد اللام ولدت فقرأوها وحي آخرين بتخفيفها فكفروا ويقالوا بين هذه أي نحو ذا قرن أيان أما صرفها قرن أيان ويكلف فهم لها أيان معناها ميشن كتشرة يعني تعريب كبنائي رجل اللي بدلها هي نص يعني وحبان با كوك يعني انما انا اقوم بدنا ما هين ودا دهم ودا عضو ما هين تناقل كبنائي ودمتان كيدمين ومدا كلا قبصدي وا لا غوميستاي ومدي لا غوميستاي دين كدي دقن كدي وا دما قيل وحال ان نحو زين للفتى نحو وحي وتي قروحيه بلع ارضيغا يكرم به حيث اتى ولو كرامه ميل كستو ويمادبا نينك ناحيغا إن كذا السلف كن نعبايين إن حدا إن لقصي كرحته أو وقت الله سكع قاض أو زعي وحوري إذا جاء النحو ذهب الخشوع نحو هذا ما أدو خشوع ويتجي قرآن كذا سادو ده جيسنا ذو خشوع سنت هاي يا أجرم وعديش محمد شيخ زاوي آيات داس كام جدني هاي ما أنتقدن جار المجرم متعلق به ألا بعد سكو قبان أنت تكفي كريس مرة وحلقة أنا عراب تو وحي للشيخ عراب أتكم مشكو شنطة مرقو حول إذا جاء النحو ذهب الخشوع أو زاعي مركا شيخ محمد مكون ليا بيونك اسكت لي بهاي وعبد جاء قال الله تعالى له صعدة وإذا فهميناه جاء زيدا لها صعدة أصلا نحيز نعيبها لكن إن لو اسكت رفاضي أو مقصود كي لغا الضفو دي جري فمن لم يعرف النحو فواجب ان يسكت وحكى لوريا النحو زي للفتى يكرمه حيث اتى من لم يكن يحسنه فحق ان يسكت انا ولوريا دمبله فمن لم يعرف النحو ان كان نحو قرنين فواجب وحال قصب ان يسكت رزقا مسوس سعبين يعني ها مسوي هل كتاب وتبع عروف فانتاك وقفلا نحوه مركل لبرتو حيوان اللي يلومين بيكمل تام معايا لي وانك علمك وسيد أحجره
ما أنت لو كتبت الآخرين يسيبات كوارك يسيو ولا سيد عرابة كلمة وجمل كي ملها إشكال مشكل كافا كلا صاراي مرك مراجع يكون قنيس مراجع يكونه هل كتابه مرك في عنادات كفى أنت قدر يقول عنادات العوف فأنت يكفي هذا ألفين مالك قبطوت سبع عنوف فأنت يكفي بدك كلي إن كنت خصتوه مسألة كلي والشقاء باش كده قطوا شقاء وهاول كلي لكن إن كفى أنت مسالك تأيو مجاري كلام العرب ووقوفنا يا الكتابه شامل لأهم المسائل في النحو أجرمي كلي يكون في الله كلا صح مركز ربطه تدقيق ضايه ورب ما يكفي لأنه محايا إلي مسائل فربضان با يبحث فربضان با كم مقان ويأخذ من كل علم أرضي وحلقة علمك استغنى وكقات أحسنه وأرشده علوم تلمسه كوبك وبحر لا ساحل له انت امهم سوقت وقصير عمرك هذا ويري هاي جانسك واسك ورسنيا انت امهم سكبروا مثل هو راكسن اوهنون بدن اي ما يرشد صاحبه الى الصراط المستقيم علمك اخر كوهر سيدي وعلم الكتاب والسنه وما يتعلق بهما برو كالفقه والحديث اذا فقه يا حديثك والتفسير ومن العلوم الشرعيه صدح راس امي امسان فقدك يا حديثك يا تفسيرك ما كان علوم تشريعيه كهلينه حق الاتك سوماها والصرف والنحو والمعاني في العلوم العربيه صرفك يا النحو يا معاني معاني هذا اطلاقا وحي وجدا بلاغه هذانا وحا لغا ودا اون ادين شيغا فنك امي امسان كدخاي انو ياه بيانك لغا بلاابا بديع با لو دنبسيه علم المعاني يا دخدا كوجرا هدي هل كتاب يو ودا سكونا وا باساس اي الفان با وبيانك كبل لابن معاني قد احتك جرب بدعه ودنبي البادي عنده بدن ومحسنات محسنات لفظيه او معنويه وي. قال الشافعي وحي رحمه الله تعالى انما العلم علمه منيع غوره قدري سو وي ديرتاي قد كيس قد دير وي حذ كيس لما قال فخذوا من كل علم علمك استكقات احسن وكورا سنكقات ويكتب ارضي وحاك له الابس كمده ويكتب قرية أرضي إنه حقرا على جرب أرضي جو ويستفيد وفائدي سنة يا ويطلب وطلب يا أرضي جو من كل فن نصيبا كافيا فن كاستا وحكو في لمبات كقالا من كل حديقة زهرة وأنا يقصوري غير زائد أن كد إرادين على قدر الحاجة كل باهلا ذي وقت هذا فإن تفننا تفنن كنا فن والبحكو جاتو التفننا أي الأخذ من كل فن قسطا أو نصيبا لازم للعلم أي لازم للعلماء علماء وحلق الربا فن كالزين وحكوه قادر محايا العلم أو الفنون يخدم بعضها بعضا علوم تأيغا سوء ذيغا ويستمى استران ومكملات بعضها يكمل بعضا ما كلها مار مار علم أصلي هذا هاي فحوك ترم هاي وترف أدموديس وهاقا الدنبع بحسن هيسا ولذلك قيل وحال ليدي علومت ما دام اصلا ما يستريس او اسن كلام مارمن او اسو اديغيان وحال ليدي من طلب الله تعالى بعلم الكلام وحده يصير زنديقا وفرزاد من طلب الله تعالى اي من طلب معرفه الله تعالى من طلب معرفه الله تعالى الهي ان اذبرته قد قرت حق ولي هاي وحا إلهي أعنم وحا نعنمين وحا إلهي أواجب وحا كمستحيل كا بعلم الكلام علم الكلام وام حي وعلم الكلام كي أي أشاعرة إما تريدية يقول إيام عزيلي دراسين جري علم الكلام كأنه أدان مسلمين أما سنيين هاي وحاوي وحا خير موكيان حي وعلم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح هو أما علم الكلام كالمبني على الفلسفة وعلوم الأوائل ينفايات العقول كل سنة أسوى ولو فساد ورنتي علم الكلام ننكي إذا وحان كبرانا يا إلهي بان أصي مري برشديس وعلم الكلام بان برانا يا سان أقر تألي يصير زنديقا ملحد بنقنا واجدا لما الدين ذو نقنا ولذلك علم الكلام المبتدع أو المبتدع أو البدعي ننكي كتا خصوصا حيرضى كبته شكك كبته اضطرابك كبته لما افلينت في الاصول الكبار با كبته الى واجد دنبل قران وايو ميشو كبيه دنبيه كبيه شبته
صدرت أحمد وحول علماء المعتزلة زنادقة علماء المعتزلة عامض ضاروني علماء المعتزلة علماء محال الربي أمضى إني أوقف في عنادان بلدوني إنما يخشى الله من عباد العلماء سلف وحي قلدهين علماء المعتزلة زنادقة محايا لي وعلمي كلام كيك بحسنا عن طريقة الكتاب والسنة كوما في الله مبارك علمي كلامك وانا قدرت علمي كلو دم يسرو كغه بدبادو زندقده ومن طلب الله تعالى بالزهد وحده ادوي ان بان كديران او وان زهدي او تقشف يس الى علم بان اله كو غرن اي كو برن اي نك يدانا غير مقارن للعلم اسون زودي سي علمي كو لادين اما زودي سي علم وسو كو لادنين ارتكب البدعه وامحي اي من تزهد بغير علم صار بدعيا إنكِ الزهد بأن الله إيمانه وحل بأن كف بجانه أسون أقول الله مبتدع بنقانة بدعوين بكل عهاية نفط بعذابي أهلك يعرض بعذابي شيرا لقى بحكر بصاري وأقدم بقوله نصاري جيدها كركودي بورها سارة ينقانة لا ربانية في الإسلام بأن الأسكوت ومن طلب الله تعالى بالفقه المجرد فروع الفقه قال الله تعالى لهين وقال الرسول عن لهين قال الصحابة عن لهين آداب عن لسعن زوديات عن لهين سلوك أدب عن لهين قيل يكره ويحرم نقع مجرد وغرقتنا ولو فاسقوا به وحل أقيا هو دبوا فيري فقه وإن قدره مرق يسوق أيها القرآن كأحاديثه بقى السلف كزهدياتك العلم والعمل بالربا وضع الصعدة فقه مجرد والمؤسس قانون يقضبه سيدي إرشاد كقراء ومشكلة ولغو بابا هاي ابن مقرس وما قرن زور كيس ومن طلب الله تعالى بالفقه وحده صار فاسقا ونقونا وإن كيسا صادرت ذاتك أهل طريقة أي دامي أحكان ليد الصومالية أحكان ليد الصومالية وحاد دامي كدب عسنا وكعبادة بطنا على هنات فيها أصيب بحماية كان لي ذا إيو قليها أهل الطرائق ذا أهل الطرائق ذا دامي سوفي ذا دانتي قيبا كم ذا قلي إباحين تام موي يا وحنو جيدا واد قرن إيسان أو أنا عشر كاعدة ربطها وركاضوا ويقصوا بضان هيا سارة فاسقة إن جيك بالغا قاد هيا وان قيد هيا أو على هنات فيها انت سو قيد بلد بسعودي حقيد هاتي ومن تفننا نينك فنون بدن برتا وفنك استوح كقاتنا تخلص وكبت بادا من كل ذلك آفدا زندق علم الكلامك بدعا علم زهدك كلية التزهد كلية عفوا فقه مجرد كائن مغربها هائن لهين سوغد لهين كلية ومن تفننا أي تعلم من كل فن ما يكفي تخلص وكدك بحاوي من كل ذلك آفوين كاس اغتنام الوقت انت يرتم سوق مدرمزه وان يردري الكائنات والله سبحانه وتعالى